كانت عندنا زيارة مقررة إلى أفاج الحشود لجنوب الإيارة. كان الغاية الأولى هو عقد مؤتمر للتداول في الوضع الأمني، ووجهنا كل آمري أفاج الحشود أن متابعة الوضع الأمني في جنوب الإيارة. بالتالي زرنا عدد من المقاتلين في نقاط المفتوحة ضمن قاطع المسؤولية، وطلعنا كل على الأوضاع. كانت المعنويات عالية. التقينا مع شيوخ ووجهاء المنطقة في جنوب القيارة، وطلعنا على الوضع الأمني واستمعنا لكل ملاحظاتهم. وبالفعل تم توجيه كل المقاتلين، جميع المقاتلين بمعنويات عالية. ثم زرنا عائلة الشهيد سبهان الآمر اللواء 71 البطل حقيقة، والتقينا معهم. وبالتالي كانت زيارة مثمرة، وغاية الزيارة بشكل عام هو للاطلاع على الوضع الأمني واستقرار الوضع الأمني. شاهدنا الوضع الأمني بشكل جيد وأمن واستقرار إن شاء الله لجنوب القيارة والموصل بشكل عام. اليوم تشرفنا بزيارة قائد حشد الشعبي محافظة نينوى، وقام بالاطلاع على الأفواج اللي منتشرة في جنوب الموصل وسير عملها، وطلع على النقاط والمقاتلين، وقام بزيارة ضفاف نهر دجلة، واطلع على المكانات اللي متواجد بها أو من محتمل متواجد بها عناصر داعش الهاربة، وقام بتوجيهات وأشاد بدور الحشد الشعبي المتواجد في جنوب الموصل. وندعو من الله أن يعم الأمن والأمان على مدينة الموصل والعراق أجمعين. اليوم عقد مؤتمر مع قائد حشد الشعبي لمحافظة نينوى اللواء ركن كريم الشويلي، والتقى بضباط استخبارات للأفواج الحشود جنوب الموصل، والتوجيهات وتبادل المعلومات مع قيادة الحشد، والتقى بعدد من شيوخ ووجهاء المناطق وتوجيهات مع المقاتلين.